السلام عليكم. كلامكم في هاي الدرس، وهاي الدرس ان شاء الله راح نتطرق، راح اسوي او شيء. لا تستغربون من الشكل اللي سويته لكم. طبعا هذه من الاشياء اللي تميز والادمن ال تي اي هيك، في اشياء جاهزه يعطيك اياها ان انت تسويها، مثل ما تقول تعطي جماليه للموقع. في البدايه راح هاي اللينكات اللي هني، اللي لينك واذر لينك، بفعلهم بسوي صفحه حق الاول يوزر وصفحه ثانيه حق الكاتيجوري عشان خلاص اخلص من الكاتيجوري. طبعا في ذي الدرس راح اسوي انشاء حق الكاتيجوري، والدرس اللي راح نسوي ديليت حق الكاتيجوري. طبعا اليوزر ما راح نتطرق له، بس خليته انا كديزاين اوريكم اياه. اذا حابين نسوي لكم دوره خاصه بالادمن ال تي، او انت ما نقول ايش فيه دي بزياده، هنشوف تفاعلكم من السبسكرايب واللايكات والكومنتات. الله يسوي لكم دوره، بس انه ما يصير السكربت وايد كبير. انا حبيت اشرح لكم اياه بشكل كلش. خلونا اول شيء ندخل على حق اللي اوت. اللي اوت العادي. لما انت نركب فوق نشوف في اول واحد اسمه نذر. طبعا في يمكن انتم تلاحظون انا ضفت لينكات، عفوا ضفت ايكونز. الادمن ال تي مرتبط مع فونت اوسم. فونت اوسم هو من احسن المواقع الخاصه بالايكون. غير ما تكتب فيه تشوف بس الايكونز، كتبت يوزر طلع لي 23 تقريبا. تشوف حتى صلاه براي موجود، يعني يعطيك كل خياليه. في بعضها برو، في بعضها فري، ف دائما ناخذ ان كل من يقدر. زين خلونا نروح حق كل من غير لينك. طبعا انا هاي غيرته بناء على الفونت اوسم، انا بغيره بسوي شيء. هذه كلمة لينك، كلمة لينك خلكتبها all user. اوكي طبعا هذه الطريقة لكتابة الفونت اوسم. تسوي ليست، وداخل ليست تكتب اف اي اللي هو فونت اوسم، فونت اوسم دوت داش الشيء اللي تبي تكتبه. انا بخلي يكون مثلا يوزر، يبقى اف اي سلاش اللي يوزر سير بيصير يوزر اللي هو الدائرة نفس الابد. ريفرش راح يتم all user. والثاني راح اسويها اللي هو بيكون انا عندي شيء فقط الكاتيجوري. طبعا هذه الاشياء دخلنا اعطي لينك للاول يوزر. طبعا في الرابط اكيد سميته، طبعا تاكيد ارجع اسوي سميته حقه مرة ثانية. روح حق اللي هو اليوزرز ادمن دوت يوزر ادمن دوت، ويرجع له اقول له راوت ادمن دوت. خلاص هذه هو الثاني راح يكون كاتيجوري. خلي له ليست، هذه راح حط هنا رجعني حق اوكي. انا بسوي خاص باللي في البدايه. راح اروح حق الان، طبعا في بعض الكنترول، في بعض الاشياء في البدايه راح اروح حق شنو، حق الكنترولر كنترول الكاتيجوري كنترول. راح اشرح لكم شيء مهم لازم الفانكشن الاول. خلونا نكتب public function view category طبعا دون سبيس قوسين قوسين مجموعة، هاي هي تكون في البداية اللي هو كاتيجوري. نسميها بمختصر كاتيجوري equal. طبعا لازم الكنترولر تفعل فيه اللي هو كوز كاتيجوري، تقدر توصل لل
طبعا هاي انا شارحها في الدرس السابق، ف يعني هو نفس الشيء، انا ابي اعرض كل الكاتيجوري. return view return view بس جي. هاي طبعا الالرت، اول شيء حق الالرت بعدين ابلود او بس كده يكون شوف انا خلي ثنتين كنا نشوف ارجع اوكي من هني ويت وذ تتخلى انا البيت كاتي خلنا ننزل سلاش اوكي اوكي شذي الكاتيجوري شبه جاهز. نحتاج داخل الملف اللي اسمه ادم راح اسوي الكاتيجوري على اساس فاتي كاتي جو بي دوت بليد دوت بي اتش بي اي خلاص اساس حق السرعة راح الشو كل هاي الاشياء لان تمبلت تمبلت خاص بالادمن نزل تحت سوي بنت سكشن. زين يمكن تسألون انا شلون سويت هذا الجدول، شلون سويت؟ خلونا نشرحها هني لك. بالبدايه انا طبعا الادمن ال تي اي اذا انت حملته بنفس طريقتي لو تروح بابليك بيعطيك كل، تروح على البابليك خلنا نشرحها، تروح على البابليك بيعطيك كل الفولدرات اللي موجوده في الادمن ال تي اي. هاي الفولدرات هاي كلها هي ترى في منها صفحات جاهزة، فهذه لازم كلها تخليها داخل public على اساس ان انت تقدر تضمن فيها عن طريق الاسم نفس ما انا سويت في الفيديو. اوكي لو ندش على هذه ونروح على pages في tables، انا tables اختاريت الديت شيء اسمه مو سمبل عفوا مو داتا، تختار يسمون التيبل اسمه ريسبونسيف اتش اوفر تيبل. انا هاي انا احب اختاره، تقدر تختار اي تيبل طبعا. انت لو بطلت الصفحه بتشوف بتطلع لك ترى منو روي روح، انت تقدر تشوفها في الاتش تي ام ال اساسا بيجز تيبلز اعرض لك كل الجداول. وانا احب ريسبونسيف اتش ريف اتش اوفر عفوا تيبل، هاي اللي احبها. فراح اخذ هاي التيبل. طبعا الادمن ال تي تعامل ويا شيء اسمه بوكس، هاي البوكس وايد يساعدك في الستايل، فلازم تاخذ الرو كامل، تسوي كوبي على الرو كامل وترجع لل داخل كاتيجوري. خلي الرو كومن نرجع الحين نسوي راوت جديد لنا راوت جديد. طبعا هاي الراوتات مال اشياء قديمة، خلنا نسوي نقول لها راوت get كالعادة، نقول له ناخذ كوبي بيست احسن، خلنا نسميه كاتيجوري. هذا اللي هو ادمنال هو مو ادمنال كاتيجوري، يكون هو الكاتيجوري
براحتك. اوكي اوكي تمام، لما خلصنا هنسميه ادمن كاتب ادمن دوت ناخذ هذه. اوكي نرجع للادمن على صندامنا راوت الحين تضامن عندي. لو انا ارجع الحين اوكي هي لو في الملف اسمه admin dot category ممتاز. شوفوا جاب لي تيبل، انا كنت تيبل مختاره. طبعا انا الحين راح اغير في التيبل، خلونا نسكر هالاشياء لو سمحت. أنا في بداية الأشياء راح أغير بعض الأشياء. search 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 ما تقدر راح تسويها هي import group div okay. نروح بوتستراب تحت لا عفوا راح يكون مودل هنا على بوتستراب. راح نختار المودل على اساس ان احنا نطبق داخل المودل. نطبق داخل المودل هذين الهاي لايف دي كوبي في الزاوية هنا حد ال نخلي داخل ونرجع يكون اللايف دي مبني. مجرد ما اضغط عليه انا راح اضغط عليه اساس شنو اساس اسوي الاضافة وترجع الاضافة تنحط هنا. في البداية قبل اسوي الاضافة محتاج ان انا اعرض يعني. خلونا ننزل للتيبل تحت الكاتيجوري يعني شيئين بس خلي ثلاث اشياء دي ار احتاج واحد بس هاي بس احتاج نخلي اي دي ونخليه نيم كاتيجوري نيم والثالث نخليه اللي هو ديت تايم. الديار الاولي طبعا انا احتاج ثلاث صفوف هاي كلها مشكلة. هسوي for each statement for each if هو count count بيحسب لي خليها بالاس اساس كلها اكبر من صفر كان لاصق الاند اف لان اف هذه اول شغله خلصناها. الشغله الثانيه محتاجينها فور اتش فور فور اتش هنسكر فور اتش اند فور فور اتش خلصنا. اوكي التي ار طبعا انا لازم يكون كلهم داخل تي ار لازم تركز ترى تي ار مقصود فيه رو يعني هذي كلهم يكونون رو واحد وهذين كلهم يكونون داخل اللي هو شنو داخل الفور اتش. راح نقول له كاتي اس اوكي في البداية راح اقول له جيب لي اللي هو شنو فضلي اللي هو
الكاتيجوري هو CA underscore ID. بس نعرضها الاسم الحقل في الداتابيس بس بهاي الطريقة. كيف راح يكون CA underscore name. لا يتدأت تاريخ create اتدا نحط تاريخ على اساس بعد انك التاريخ اللي تم اللي انت حطيت فيه سويت فيه الكاتيجوري الجديده كاتيجوري created underscore at. اوكي كذي احنا خلصنا كل شيء. لو نرجع نسوي ريفرش خلينا نشوف اظن بيعرض ولا ما بيعرض. الله ما يكون فيه that's variable not اوكي اوكي عرفت المشكلة. راجع هني ما حط الناس لازم يكون نفس الاسم. حاضر رجع لي كل الاشياء جاب لي الداتا في اشياء قاصرة. رجع لل الصور مو قاعدة تضبط مشكلة. اوكي ممتاز مثل ما تشوفون انا عدلته اللي هو فلازم اخلي التي ار داخل بعض بس انه يخلي لي اياهم سطر ورا سطر created at c a حرف الدي انا حط لو ارجع اوكي جاب لي الديت والتايم يعني معناته شغلي صح. الحين بقى اخر شغله اللي هو شنو اخر شغله لو انا بسوي اد خلونا نوقف هني بنكمل في الدرس القادم اللي هو قصه الاد اساس انه في فيديو طويل.